وطن منحازون للحقيقة. تخرجت إسراء بعد 4 سنوات من الجد والاجتهاد قضتها في جامعة بيرزيت تكابد عناء دراستها وإعاقتها بمنحة حصلت عليها من مجموعة الاتصالات الفلسطينية. أكثر من 4000 طالب وطالبة استفادوا حتى اليوم من منح مجموعة الاتصالات على مدار الأعوام 9 الماضية. في شوية صعوبة، مش إن المالية، يعني كأنه من حيث إنه كيف نتعامل مع الجامعة وكيف إنه البنايات، أما الناحية المالية لا، لأنه الاتصالات كتير ساعدتني. أحكي إنه الإعاقة مش يعني عائق إن الواحد يحقق حلمه، بالعكس ما دام الواحد عنده هدف بيقدر يوصل. مجموعة الاتصالات الفلسطينية نظمت اليوم حفلاً في مدينة رام الله لتكريم خريجي عام 2018 الذين استفادوا من منحها خلال دراستهم، وكذلك للإعلان عن أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج الاتصالات لدعم التعليم الجامعي والمهني لهذا العام، والذي ينظم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. استفاد من هذا البرنامج حوالي 4250 طالب وطالبة من طلابنا وأحبتنا طلاب فلسطين. كمان هناك حوالي 563 خريج وخريجة اللي تم تمويل دراستهم الجامعية بالكامل من قبل مجموعة الاتصالات الفلسطينية وبرنامج المنح الخاصة فيها. إحنا ساعدين في هذا البرنامج على مدى السنوات 9 الماضية، بنقوم بتجديده كل سنة بالتعاون مع الإخوان في وزارة التربية والتعليم العالي، وهذا الشيء إحنا نفخر فيه في عملية تطوير التعليم الفلسطيني. بصراحة نفخر بهذه العلاقة مع مجموعة الاتصالات. هذا التحالف ما بين القطاع العام والقطاع الخاص هو تحالف نموذجي، سيما أنه يأتي في فترة زمنية حساسة يحتاج طالبنا الجامعي فيها لإسناد، تحتاج مؤسساتنا الجامعية والتعليمية للدعم، وتحتاج أيضا المؤسسة السياسية لهذا التقاطع في الإمكانيات المالية والكفاءة، من أجل أن يكون هناك انسجام في فترة سياسية فيها أقصى درجات الحساسية. الفرحة التي غمرت الطلبة بحصولهم على هذه المنح غمرت أيضاً أهاليهم الذين خففت عليهم الاتصالات من الأعباء المالية. الصحيح ساعدتنا كثير يعني ووفرت علينا كثير مبالغ أقساط الجامعة وأشياء زي هذه كلها، وإحنا بنشكر مجموعة الاتصالات على المساعدة التي قدمونا إياها للأسراء. وسيستفيد هذا العام 550 طالب وطالبة من مختلف محافظات الوطن والجامعات الفلسطينية من منح مجموعة الاتصالات التي ستمكنهم من إتمام دراستهم دون أي عوائق مادية. من مدينة رام الله، وفاء عاروري، تلفزيون وطن. وطن منحازون للحقيقة.